يقول هناك خلاف بيننا وبين بعض الإخوة الأعزاء في مسألة طلب العلم، فإني علمت بأن الواجب على من سلك طريق العلم أن يأخذ العلم قليلا 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 وشيئا فشيئا، وأن يبدأ أولا بحفظ كتاب الله وفهمه وتعلم كل ما يعين على فهمه، ثم يأخذ باقي العلم بالتدريج كما قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهؤلاء الإخوة يحضرون الكثير من الدروس المختلفة مع حفظهم للقرآن، ولكن يكون في ذلك تشتيتا للبال، وهؤلاء الإخوة يقولون لنا بأننا مقصرون بأننا اقتصرنا على حفظ القرآن ولم نخطب على المنابر في القرى المحتاجة بخطبة، مع أننا غير أهل للخطبة على المنبر خاصة، وأن اللغة العربية عندنا ضعيفة جدا. نرجو من فضيلتكم أن تفصلوا لنا جواب وتدلونا على الصواب، خاصة وأن هذه المسألة تجعل بيننا وبينهم بعض المشاحنات، جزاكم الله خير الجزاء. هذا السؤال يتكون من شيئين. نعم نعم. الشيء الأول طريقة التعلم، ولا شك أن الطريقة التي أشار إليها السائل أنها هي الطريقة الناجحة، وهو أن طالب العلم يبتدي بأخذ العلم شيئا فشيئا على يد العلماء وبحفظ المختصرات، فيحفظ مختصرا في كل فن، يحفظ مختصرا في الفقه، ويحفظ مختصرا في علوم الحديث، ويحفظ مختصرا في النحو، ويحفظ مختصرا في أصول الفقه وهكذا، ويقرأ في تفسير القرآن الكريم تفاسير الموثوقة، وكذلك في شروح الحديث يقرأ ما تيسر له، ويكون هذا على يد المدرسين والعلماء، إما في المدارس النظامية إذا كانت تعنى تدريس الكتاب والسنة، وإما على يد العلماء في المساجد والمدارس المخصصة لهذا الشأن. وكون الإنسان يتوسع في طلب العلم ويأخذ عن أكثر من مدرس، هذا حسب المقدرة. إذا كان الإنسان عنده مقدرة على الاستيعاب، يعني يحضر عند هذا المدرس ويحضر عند الآخر وعند الآخر، فهذا زيادة خير. أما إذا كان الإنسان ليس عنده الاستعداد والاستيعاب، فليقتصر على مدرس واحد، وفيه البركة والخير إن شاء الله، حتى تتوسع مداركه ومعلوماته. هذه هي الطريقة الناجحة في طلب العلم. أما الذي يهجم على العلم هجوما ويأخذه من غير بابه ويقرأ يتفلمذ على نفسه وعلى كتبه، أو يحضر عند العلماء لكنه لا يحفظ المتون ولا يعنى بها ولا يتتبع المنهج التعليمي الذي ذكرنا، فهذا يتعب بلا فائدة، بل ربما يكون عمله هذا ضارا له، بحيث يفهم خطأ ويظن أنه قد فهم وهو ليس كذلك. هذا الشق الأول. طيب، أما الشق الثاني وهو نفع الناس بالوعظ والإرشاد والتوجيه وخطبة الجمعة، فينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا على ذلك، أن يوجهوا الناس ويقوموا بوعظهم وتذكيرهم بالآيات والأحاديث الصحيحة وكلام أهل العلم الثقات. وخطبة الجمعة أمر ضروري. طيب، طالب العلم يقوم بخطبة الجمعة، إن كان يستطيع إعدادها هو فليعدها هو، وإن كان لا يستطيع إعدادها فليعمد إلى الخطب المعدة والمكتوبة ويختار منها ويلقيها. طيب، يلقيها من ورقة، لا بأس بذلك، لا بأس بإلقاء الخطبة من ورقة إذا كانت هذه الخطبة مدونة وخطبة تشتمل على المطلوب، على المطلوب من الخطبة، وهي خطبة موثوقة وليس فيها دخيل ولا بدع، فإنه لا بأس أن يأخذها ويلقيها من ورقة، ويحصل بذلك الأجر والنفع والخير للمسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. الملاحظ أنه يقول إن ذلك يسبب بيننا وبينهم بعض المشاحنات، لابد للشيخ صالح من تعليق على بينه وبين من؟ بينه وبين أولئك الذين يقولون لابد أن يؤخذ العلم دفعة واحدة. هذا غلط. يؤخذ العلم دفعة واحدة هذا لا يمكن، العلم يؤخذ بالتدريج شيئا فشيئا، والمثل يقول من ضيع الأصول حرم الوصول. فالأصول أنك تأخذ العلم بالتدريج شيئا فشيئا، أما أخذ العلم دفعة واحدة هذا لا يمكن. ومن أراد أن يأخذ العلم كله تركه كله، لأنه كما قيل العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.